تحياتي لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة أنيل الأخبار. مشهد اليوم ينفتح على الجزائر التي عاد منها اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري بعد زيارة استغرقت يوم، تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأهم الملفات التي تشغل البلدين وفي مقدمتها الملف الليبي. حمل وزير الخارجية رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضمنت دعوة لزيارة القاهرة قريبا، وتضمنت أيضا رؤية مصر حول الملف الليبي والتي تتركز حول المحاولة أو محاولة وقف نزيف الدم في ليبيا واستعادة المسار السياسي بين الأطراف الليبية المتصارعة في الداخل الليبي. هذه الزيارة أتت في خلال فترة تحولت فيها العاصمة الجزائرية إلى محور اهتمام العديد من الدول المهتمة بالملف الليبي. لويجي دومايو وزير الخارجية الإيطالي كان هناك قبل أيام، أيضا زارها وزير الخارجية التركي مولود شافيش أغلو، وزارها أيضا رئيس المجلس الانتقالي أو حكومة الوفاق الليبية السيد السراج. حول أهمية الجزائر في المفاوضات التي يمكن أن تؤدي إلى استعادة المسار السياسي ووقف نزيف الدم في ليبيا، وحول العلاقات الثنائية بين البلدين وإمكانية أن تبلور رؤية موحدة للملف الليبي، ستتمحور هذه الحلقة من برنامج المشهد، والتي يشرفنا فيها الأستاذ محمد حمادة الكاتب الصحفي بالأهرام والمتخصص في الشؤون العربية. مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا. اسمح لنا واسمحوا لنا مشاهدينا بمتابعة هذا التقرير حول هذا الموضوع، نعود بعده لبدء الحوار والمناقشة حول الملف الجزائري في الأزمة الليبية، فكونوا معنا. اختتم وزير الخارجية سامح شكري زيارته للجزائر التي التقى خلالها بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث سلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن دعوة الرئيس تبون لزيارة القاهرة، كما تضمنت الرسالة تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها قدما للأمام في شتى المجالات. وخلال اللقاء تم التطرق إلى أهمية العمل المشترك على الصعيد الإقليمي في ضوء تطابق وجهات النظر بين البلدين والتحديات المشتركة، بالإضافة إلى التطرق للملف الليبي باعتباره أحد أهم التحديات المشتركة التي تواجه البلدين. وعلى هامش الزيارة أكد وزير الخارجية أن هناك توافقا كاملا في وجهات النظر المصرية الجزائرية إزاء كل القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة الليبية. شكري أوضح أن هناك تطابقا بين الجانبين على عدم قبول أي نوع من التواجد العسكري الأجنبي بالأراضي الليبية، والاستعداد للعمل المشترك من أجل تزكية المسار السياسي، من أجل تهيئة الأوضاع للأشقاء في ليبيا للوصول إلى توافق ليبي يخرج البلاد من الأزمة التي تعاني منها ليبيا. الوزير شكري أشار إلى أنه سيكون هناك تنسيق مصري جزائري قبل المشاركة في مؤتمر برلين والمخصص لبحث الأزمة الليبية، من أجل تعزيز فرص نجاح المؤتمر وتحقيق هدفه، وهو استعادة الاستقرار في ليبيا واستعادة المسار السياسي، وأن يكون الحل شاملا يتضمن كافة العناصر المرتبطة بتحقيق الاستقرار بليبيا والتوزيع العادل للثروة وحل الميليشيات واطلاع الجيش الليبي بدوره في القضاء على الإرهاب والحفاظ على أمن البلاد. وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر والجزائر تشاركان في هذا المؤتمر باعتبارهما دولتين لهما مصلحة مباشرة في تحقيق الاستقرار بليبيا، لأن ما يحدث في ليبيا يهدد الأمن القومي للبلدين من خلال انتشار الإرهاب على الأراضي الليبية. أهلا
أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعيد الترحيب بضيف هذه الحلقة الأستاذ محمد حمادة، الكاتب الصحفي بالأهرام والمتخصص في الشؤون العربية. وكيف تقرأ في البداية هذه الزيارة؟ بداية، الجزائر دولة في غاية الأهمية في هذا التوقيت. الجزائر بعد انتخابات عبد المجيد طبون كرئيس للجمهورية الجزائرية أعلن عن جزائر جديدة منفتحة عن العالم، بالإضافة أيضا إلى إصلاحات داخلية خاصة بالدستور وإعادة الدستور وكتابة الدستور مرة أخرى والحريات وغيرها من المطالب، الحراك الثوري داخل الجزائر. هناك بالنسبة للتعاطي مع الأوضاع الخارجية، سواء كان الأوضاع على المستوى الإقليمي خاصة الأزمة الليبية، بالإضافة أيضا إلى مواجهة الإرهاب وعملية تهريب الأسلحة التي تهدد أمن واستقرار الجزائر، بالإضافة أيضا أنها تهدد أمن واستقرار المنطقة وشمال أفريقيا على وجه الأخص. عبد المجيد طبون بدأ مرحلة جديدة خلال الأسابيع الماضية والأيام الماضية. كانت الجزائر محط أنظار العديد من القوى سواء كان الدولية أو الإقليمية، ومحط أنظار للتنسيق في الملف الليبي، خاصة مع إقرار البرلمان التركي لإرسال قوات إلى مساندة حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، بالإضافة أيضا إلى إرسال العديد من القوات المرتزقة سواء كان من الجماعات المسلحة الموجودة في إدلب أو الجماعات المناصرة السورية المناصرة إلى أردوغان والتي تأتمر بأمر أردوغان. عندما تحدث أردوغان عن إرسال قوات سواء كان قوات من المرتزقة، وخاصة عندما جاءت هذه القوات والتي تقدر حتى الآن بنحو 1700 مقاتل من الدواعش، بالإضافة أيضا إلى فتح العديد من المكاتب لتجنيد هؤلاء الجماعات المرتزقة لمساندة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، بالتالي أصبحت الآن المنطقة في حالة من حلقات الغليان، ومن الممكن أن تؤدي هذه الأحداث إلى إحداث حروب واشتعال المنطقة برمتها، ليس فقط في منطقة طرابلس ولكن أيضا بالنسبة لتونس وبالنسبة للجزائر. الجزائر بحكم تواجدها بحدود نحو 1000 كيلو متر مع ليبيا، هناك تنسيق على أعلى مستوى سواء كان من ناحية مصر، وخاصة أن مصر وجود مثل هذه الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية الداعمة التي تقدر بنحو أكثر من 100 جماعة مسلحة في طرابلس تساند حكومة الوفاق الوطني، بالإضافة أيضا إلى أنها تأتمر بأوامر الرئيس التركي. كان لزاما على الدولة المصرية أن تتحرك بدبلوماسية سريعة جدا لإطلاع المجتمع الدولي على خطر ما يحدث في الملف الليبي، وبالتالي جاءت الزيارة إلى الجزائر، وخاصة أن هناك علاقات وثيقة بين مصر وبين الجزائر، علاقات تاريخية، علاقات ثقافية، وأيضا هناك مصالح مشتركة. الجزائر، العلاقات بين مصر والجزائر يعني أكثر من 66 عاما، يعني أنا عايز أقول أن جبهة التحرير الوطني في الجزائر وجبهة الثورة الجزائرية تم تشكيلها في القاهرة، وقامت مصر بدعم هذه الجبهة حتى تحقيق الاستقلال بالنسبة إلى الجزائر، ومن ثم أيضا وقفت الجزائر مع مصر في العديد من المواقف وخاصة حرب 73. عندما ذهب الوزير سامح شكري إلى الجزائر وصل للتباحث في خطورة هذه الأزمة على الوضع الإقليمي وعلى الأمن والسلم الإقليمي، بالإضافة أيضا إلى مذكرتي التعاون الذي تم توقيعهم مع بالنسبة لفايز السراج وحكومة الوفاق وتركيا، ومذكرتي سواء كان المذكرة الخاصة بترسيم الحدود البحرية أو المذكرة الأمنية، وهي بذلك تتصادم ويعني مع الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي وقانون أعالي البحار وغير ذلك، وأيضا على قانون السيادة بالنسبة للعديد من الدول خاصة قبرص واليونان. ومن هنا عندما ذهب، هل كان للجزائر موقف معلن مما حدث سواء من حيث الاتفاقية، بعيدا عن اللقاءات مع الجانب المصري، هل كان للجزائر موقف معلن فيما يتعلق
مثلا برفض اتفاقية الترسيم مع ليبيا أو التدخل التركي في ليبيا. حاول أردوغان أن يجر المنطقة إلى حالة من حالات الصدام، خاصة مع الزيارة التي قام بها إلى تونس على سبيل المثال، والتصريحات التي أطلقها بعد مغادرة تونس بأنه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على دعم التدخل في ليبيا، ثم بعد ذلك نفت الرئاسة التونسية وأيضا الأحزاب وقفت أمام مثل هذه الممارسات التي من الممكن أن تشعل المنطقة. الجزائر أيضا استقبلت، ولكن تونس يعني رغم هذا الرد الإيجابي إلا أنها يعني أعلنت أنها في موقف يعني حياد في وقت يعتقد الجميع في المنطقة أنه لا وقت لحياد في معركة هي مع جانب إرهابي. التحركات الدبلوماسية المصرية واطلاع المجتمع الدولي وخاصة الجانب الفرنسي والجانب الإيطالي على والأمم المتحدة على مخاطر ما يحدث من جذب الجماعات المسلحة إلى طرابلس وتوطينها في هذه المنطقة من الممكن أن تشعل المنطقة، وبالتالي تؤدي إلى دق طبول الحرب في هذه المنطقة، ومن ثم من الممكن أن تكتوي بنارها أوروبا وأيضا الدول الإفريقية. من هنا نجد أن الدولة الجزائرية خلال الأيام الماضية استقبل عبد المجيد طبون على سبيل المثال فايز السراج وأيضا وزير الخارجية التركي وتباحث في الأمر، إلا أنه رفض الحل العسكري ورفض التدخلات الأجنبية في الملف الليبي. ولعل أكبر دليل على ذلك أنه لم يقم الوزير الخارجية التركي ولا فايز السراج بمؤتمر صحفي للوصول إلى تفاهمات مع الجانب الجزائري. هذه من ناحية. من ناحية أخرى نجد أيضا أن الجانب الجزائري يعني التقى بوزير الخارجية الإيطالي، وأيضا كان هناك اتصال مع وزير الخارجية الفرنسي وأيضا مع ميركل مع الجانب الألماني للدعوة إلى مشاركة الجزائر في مؤتمر برلين مسار التسوية السياسية الليبي الليبي. ومن ثم جاءت الزيارة. لماذا مثلا دعيت الجزائر ولم تدع تونس؟ لا بالفعل تم الاتصال هناك دعوة لتونس التونسي أيضا ما سمعناه يعني حتى الآن أن ميركل اتصلت صراحة بالجانب الجزائري وأيضا بالجانب التونسي وتم دعوة تونس، وخاصة أن يعني ميركل تحاول بقدر الإمكان دعوة دول الجوار وهي الدول المعنية بالأقلية الليبية والشأن الليبي لكي يشاركوا في مسار برلين للوصول إلى حل سياسي، بالإضافة أيضا إلى دعم الغسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة في ذلك الملف. وبالتالي عندما ذهب سامح شكري إلى الرئيس إلى وزير الخارجية الجزائري وتم استقباله، تم التباحث في القضية الليبية وتم التوصل إلى العديد من النقاط، منها على سبيل المثال بحث عناصر التهدئة، ولابد من إحداث حالة من حالات التهدئة حتى نصل إلى حل سياسي ليبي ليبي. هذه من ناحية. من ناحية أخرى نجد أيضا أنه الدعوة إلى الحوار ما بين الفرقاء الليبيين بعيدا عن التدخلات الأجنبية والتدخلات التي لا تهدف إلا نهب الثروات الليبية، بالإضافة أيضا إلى يعني الحوار. البعض يتوقع يعني لا يتأمل كثير من مسار برلين، خاصة أنه كان هناك مسار الصخيرات وقبله بعض المسارات التفاوضية بين الجوانب يعني الجانبين الليبيين. أيضا يعني بدأت الحرب في إبريل قبل 5 أيام من بدء مسار غدامس كان أيضا ليبي ليبي، فيما يبدو أنه يعني حتى الآن لا أمل من توافق ليبي ليبي في ظل هذه الأزمة الكبيرة التي تدخلت فيها عوامل كثيرة وأطراف خارجية كثيرة. وفيما يبدو أن الأطراف الأوروبية أيضا مرتاحة لهذا الوضع. الوضع مختلف الآن. اتفاق الصخيرات الذي عقد في ديسمبر 2015 كان الهدف منه هو الوصول إلى دستور جديد، انتخابات جديدة، انتخابات برلمانية، انتخابات رئاسية، ثم بعد ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة، إلا أن حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي الذي تم تعيينه برئاسة فايز السراج بالإضافة إلى 9 أعضاء لم يستجب لمطالب البرلمان الليبي، وبالتالي تم نزع الشرعية عن المجلس الرئاسي وتم استقالة العديد من المجلس الرئاسي، وبالتالي أصبح الآن المجلس الرئاسي لا يمثله إلا السراج فقط. وبالتالي وفقا للقانون الدولي ووفقا لاتفاق الصخيرات لا يحق لفايز السراج أن يقوم بتوقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم دولية إلا بالرجوع إلى البرلمان،
وبالتالي لم يحدث هذا الأمر، وبالتالي هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات باطلة لا تتفق مع القانون سواء كان في ليبيا أو مع القانون الدولي. طيب هذا يعني أن نحن نتحدث ننطلق الآن إلى مسار برلين الذي تعتبر الجزائر إحدى الأطراف الهامة جدا فيه الآن، يعني هذا رأي، ولكن فيما يبدو ومما حدث في اجتماعات جامعة الدول العربية أنه ليس الرأي السائد، هناك اعترافات، يعني كيف يمكن ضم كل من الجزائر وتونس إلى هذا الرأي تحديدا، وقد يعني فيما يبدو أنهم ما زالتا معترفتين باتفاق الصخيرات، كيف يمكن توحيد رأي موحد للأطراف المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر برلين حتى لا يحدث شقاق، خاصة أنه أعتقد لن يكون هناك ليبيين في هذا الاجتماع. عندما تعلن الجزائر رفض تدخلها، رفض التدخلات الأجنبية في ليبيا، فهذا اعترافا صريح بأنها ترفض التدخلات التركية في الأراضي الليبية، هذه من ناحية. وخاصة كما تحدثنا هناك حدود نحو 1000 كيلو حدود ما بين ليبيا وبين الجزائر، هذه من ناحية. من ناحية أخرى، عندما تقوم الجزائر بتقديم مساعدات 100 طن من المساعدات والأدوية وغير ذلك إلى الشعب الليبي دون تسليمها إلى أي من الطرفين، تم تسليمها إلى المنظمات المجتمع المدني، وبالتالي هي لا تحاول بقدر لا تحاول أن تنضم إلى طرف على حساب الطرف الآخر. ومن هنا نجد أن الجزائر الآن أصبحت محايدة بالنسبة للطرفين المتنازعين في ليبيا، هذه من ناحية. من ناحية أخرى، هل الحياد في هذه الحالة هل يعتبر أزمة أم يعتبر جزء من الحل، خاصة أن هناك أطراف مقتنعة فعلا، الجانب المصري مقتنع فعلا بأن مسار الصخيرات قد عفى عليه الزمن وقد تجاوزته الأحداث، وقد استعان أحد الأطراف بإرهابيين وميليشيات خارجية، وأطراف أخرى فيما يبدو أنها ما زالت مقتنعة. كيف يعني كيف نخرج مثلا الجزائر وتونس من هذا الحياد؟ هم يجب أن ينضموا إلى المسار القانوني الداخلي الليبي وتحديد شرعية يتفق عليها الجميع. دعني أكون واضح مع حضرتك ومع السادة المشاهدين، الكل ينظر من مصلحته الذاتية. الجزائر تنظر إلى الأمر أن هناك حدود مشتركة، هناك جماعات مسلحة على الأراضي الليبية تهدد الأمن والسلم الجزائري. أكبر دليل على ذلك أن عبد المجيد طبون رئيس الجزائري قام بالاجتماع مع مجلس الأعلى للمجلس القومي الأعلى للأمن في الجزائر لبحث التطورات في الأزمة الليبية، ومن هنا نجد أن القوات الجزائرية على هبة الاستعداد في الدفاع عن الأراضي الجزائرية، هذه من ناحية. هناك تخوف من نقل العمليات من الجزائر من ليبيا إلى الجزائر، هذه من ناحية. من ناحية أخرى، هناك تخوف من أن الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية الموجودة داخل الأراضي الليبية عندما تأتي القوات المرتزقة وتأتي العناصر التركية إلى هذه المنطقة من الممكن أن تشكل دعم لبعض الجماعات المسلحة داخل الجزائر، ونحن نعلم أن الجزائر عانت يعني في فترة العشرية السوداء بأكثر من 400,000 قتيل، وبالتالي هي لا تريد إعادة مثل هذه المشهد من جديد في الجزائر. ومن هنا نجد أن الجزائر واضحة جدا في معاملتها مع ومع التعاطي مع القضية الليبية، يعني حذرة إلى حد ما، حذرة رقم واحد، استعدادات قوى الأمن على الحدود للوقوف أمام التهريب والجماعات المسلحة، وأيضا للعمليات من الممكن أن تؤدي إلى إحداث حالة من حالات البلبلة وعدم الاستقرار داخل الجزائر، هذه من ناحية. من ناحية أخرى، تراقب الجزائر لديها عقيدة واضحة وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول الجوار، هذه أيضا من ناحية في غاية الأهمية. إلا أن الخطر من هذه الجماعات لابد أن يكون الأساس في الجزائر على دراية، وخاصة أن عندما يذهب سامح شكري وزير الخارجية إلى الجزائر ويتباحث مع وزير الخارجية، ومن ثم مع الرئيس عبد المجيد طبون ورسالة التي بعثها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدعوة إلى زيارة مصر للتباحث في الملف الليبي والملفات الإقليمية، ليس فقط الملف الليبي، وهناك أيضا التعاون المشترك في العديد
العديد من المجالات. طيب عند هذه النقطة تحديدا يعني أتوقف معك، وعفوا المقاطعة، وقد انضم إلينا عبر الهاتف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. الزيارة التي قام بها وزير الخارجية إلى الجزائر، كيف نظرت إليها كدبلوماسي في هذا التوقيت تحديدا؟ تفضل. يعني أعتقد أنا أحيي هذه الخطوة، دي أول زيارة رسمية على هذا المستوى الرفيع لمصر للجزائر بعد انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، والدعوة التي وجهت من قبل السيد الرئيس للرئيس الجزائري الجديد لزيارة مصر هي بترسخ العلاقات المصرية الجزائرية. ونحن نتذكر أن أول زيارة قام بها السيد الرئيس عند توليه منصبه في يونيو 2014 كانت الجزائر. العلاقات بين مصر والجزائر علاقات تاريخية، علاقات نعتز بها في مصر، ولنا مصالح مشتركة عديدة. وأعتقد أنه الدعوة الرئاسية لرئيس الجزائر الجديد للقيام بزيارة رسمية لمصر دعوة جاءت في وقتها، ودعوة ترتب عليها عند إتمامها نتائج إيجابية ليس فقط على صعيد العلاقات المصرية الجزائرية، وإنما على صعيد الموقف في شمال أفريقيا، في أفريقيا جنوب الصحراء، وفي أفريقيا عموما. طبعا أحب أقول لأن أنا استمعت إلى الحديث اللي دار بين حضرتك وبين ضيفك الكريم حوالين موقف الجزائر بالنسبة لليبيا. كما قلت أننا نحن والجزائر وتونس كنا وما زلنا على نظريا ما زلنا مجموعة دول الجوار الجغرافي. مجموعة دول الجوار كانت آلية اجتمعت على مدى عامين أو أكثر من عامين ما يقرب من 5 مرات بالتناوب بين العواصم الثلاثة القاهرة تونس الجزائر بهدف توحيد الرؤى وتوحيد المواقف بالنسبة للتطورات السياسية في ليبيا. أعتقد أنه بعد أن هدأت الأمور وبعد أن استقرت الأمور سياسيا في كل من الجزائر وتونس أعتقد أنه آن الأوان لاستئناف عمل هذه الآلية. هذه الآلية في غاية الأهمية في تقديري من وجهة نظر مصرية، لأنها بتضمن التواصل بين مصر وبين تونس والجزائر. رأينا أنه سبق زيارة وزير الخارجية المصري إلى الجزائر بيومين زيارة الوزير الخارجية التركية واجتماعه بالرئيس الجزائر الجديد السيد عبد المجيد تبون، وشرح موقف بلاده من الأوضاع في تركيا. وبالتالي احنا يجب علينا دبلوماسيا، نتحدث دبلوماسيا، أن تكون وجهات نظر ورؤى مصر بالنسبة للأوضاع في ليبيا وكيفية العمل مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومسار برلين المستقبلي، ينبغي أن تكون هذه الرؤى حاضرة أمام كبار المسؤولين في كل من الجزائر وتونس. لأن هناك محاولات من قبل البعض، بعض الأطراف الإقليمية ودولة عربية، لتصوير الموقف المصري بطريقة خاطئة وبطريقة لا تتفق مع مبادئ وثوابت الموقف المصري بالنسبة للأوضاع في ليبيا. طيب بوجهة نظرك كيف يحل هذا الأمر؟ تحديدا كنت أناقش مع ضيفي هنا يعني كيفية استمالة السياسة هي فن الممكن، كيف يمكن للدبلوماسية المصرية استمالة أطراف محايدة إلى يعني على الأقل إلى بنسبة 60% إلى رأي موحد بين الجميع؟ نتكلم على الجزائر وتونس ومصر، الدول التي لها جوار جغرافي، الدول العربية التي لها جوار جغرافي مع ليبيا ولها مصلحة أكيدة للأمن والاستقرار والسلم في ليبيا. أنا أتصور أن أول خطوة ينبغي العمل عليها هي استئناف عمل آلية الحوار في آلية
الاجتماعات الدول الجوار الجغرافي بين الدول الثلاثة. النقطة الثانية ان مواقف الدول الثلاثة في واقع الامر مفيش حضرتك يعني تناقض في مواقف الدول الثلاثة. الدول الثلاثة متفقة انه اولا لا حل عسكري في ليبيا، ثانيا ضرورة تنفيذ مبادرة الامم المتحدة التي يرعاها الدكتور غسان سلامة، ثالثا الدول الثلاثة بتؤيد او لا تمانع في الدعوة التي خرجت اخيرا بوقف اطلاق نار في ليبيا. فانا اعتقد ان القواسم المشتركة بين مصر وتونس والجزائر اكبر بكثير من اي احتمال يبقى فيه خلاف الرأي هنا او هناك تكتيكيا. وانا ارى شخصيا يعني بصفة شخصية بحتة وفي اطار العمل الدبلوماسي انه استئناف عمل آلية الاجتماعات الثلاثية المصرية التونسية الجزائرية في غاية الأهمية في التوقيت الراهن. طيب اجتماعات ثلاثية تتحدث عنها، هل تتوقع البعض لا يعني البعض يعني لا يرى أملا حتى أن يعقد مؤتمر برلين، هل تتأمل أنت أن تحل الاجتماعات الثلاثية بين الدول الثلاث إذا حدثت ستكون لها يعني تأثير أكبر من مؤتمر دولي في برلين؟ طبعا مسار برلين حضرتك هو مسار داعم لخطة الأمم المتحدة ولا ينفصل عن خطة الأمم المتحدة، وهو الهدف منه الأساسي هو إيجاد مقاربة شاملة متفق عليها بين الأطراف المختلفة سواء كانت أوروبية أو عربية أو أقليمية بالنسبة كيفية دفع مبادرة الأمم المتحدة وجهود الدكتور غسان سلام. فهذه العملية حضرتك هي ولكنه دكتور حسين دعنا يعني نناقش هذا الأمر، ولكنه يعني ينطلق من نقطة الاعتراف بحكومة ترى دول المنطقة أنها يعني خرجت عن إطار الشرعية، بالإضافة إلى أن يعني قد تداركها الزمن بمقتضى حتى اتفاق الصخيرات، كيف يحل هذا الأمر؟ حضرتك يعني بعيدا عن هذه النقطة الحساسة أي جهود دبلوماسية حتى يكتب لها النجاح والديمومة يجب أن تنطلق من قرار مجلس الأمن 2259 في ديسمبر 2015 الذي كرس ما يعرف باسم اتفاق الصخيرات. ما لم يصدر قرار آخر عن مجلس الأمن يلغي ما جاء في قرار 2259، نحن أنا بتكلم من وجهة نظر الدبلوماسية الدولية والخطوط اللي ملتزم بها مجلس الأمن الأمم المتحدة وكافة القوى الكبرى والقوى والأطراف معا، ما لم يصدر قرار آخر من مجلس الأمن ينسخ قرار 2259 المجتمع الدولي مطالب، المجتمع الدولي وفي واقع الأمر كل الدول بتتحرك أو معظم الدول بتتحرك في إطار هذا القرار. نعم وضحت الصورة. السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق شكرا جزيلا لك، هل لك من تعقيب؟ طبعا احنا عارفين ان تم اطلاق مبادرة روسية تركية بوقف اطلاق النار ابتداء من فجر الاحد المقبل، الا ان قوات الجيش الليبي التي حققت انتصارات كبيرة خلال الساعات الماضية و تم يعني عودة مدينة سرت وهي مدينة في غاية الأهمية بالنسبة لليبيا إلى أحضان الشرعية في ليبيا، بالإضافة أيضا إلى الآن يتم محاصرة مدينة مصراتة وهي معقل من معاقل الإخوان بالإضافة إلى الجماعات المسلحة. هناك أيضا العديد من المحاور يتم مهاجمة يعني لن يتم تنفيذ وقت. طبعا وفقا للتصريحات الصادرة عن الجيش الليبي أنه لا يتم الالتفات إلى هذه المبادرة، طبعا يعني هم تحدثوا أنها مبادرة طيبة الهدف منها حقن الدماء، إلا أن العمليات على الأرض وأيضا بالنسبة للرأي الليبي أن إذا توقفت العمليات من الممكن أن
يلتقط الطرف الآخر أنفاسه، بالإضافة أيضا إلى يعني مزيد من الدعم سواء كان في العتاد أو في الرجال أو في الجماعات المسلحة، من الممكن أن تقلب المعادلة لصالح حكومة الوفاق ولصالح الأطراف في طرابلس. ولكن في المقابل إذا استمرت الحرب قد يعني يخشى البعض أن تلقي دولة مثل تركيا بثقلها، هي حتى الآن لم ترسل إلا أعداد قليلة من الجنود، ولكنها حصلت على موافقة من البرلمان بإرسال أي عدد من الجنود. يعني إذا استمرت هذه الحرب ووصلت إلى السيطرة على طرابلس، فيما يبدو أنه ستكون هناك حرب فعلية، سيواجه الجيش الليبي، سيواجه تركيا حرفيا. الدبلوماسية سبقت هذه التحركات. عندما يتم الاجتماع في القاهرة مع 4 دول، قبرص واليونان وفرنسا وتشاوري مع الجانب الإيطالي في بحث هذه الاتفاقية التي تمت ما بين حكومة الوفاق وبين تركيا، ويتم إطلاق بيان مشترك بأن هذه المذكرات مذكرات باطلة لاغية، لأنها لا تتفق مع قانون البحار، وأيضا لا تتفق مع القوانين الدولية، وأيضا مع السيادة الدولية. إذن هناك رأي دولي لرفض هذه الاتفاقيات وللتدخل التركي. هذه من ناحية. من ناحية أخرى نجد أيضا أن القوات الليبية والجيش الليبي لديه من العتاد ولديه من الأدوات على الأرض لفرض سيطرته على مزيد من الأراضي، ومن ثم يتم التفاوض من مصدر قوة في سواء كان في مسار برلين أو في أي مسار آخر من الممكن أن يتم خلال الأسابيع المقبلة. إذن هي عملية كسب مزيد من الأرض، بالإضافة أيضا إلى محاولة الوقوف أمام جلب المزيد من القوات سواء كان الجماعات المسلحة المرتزقة التي تدعمها وتمولها تركيا، أو مع الجنود الأتراك. يعني هذا ما نتحدث عنه من خطورة استمرار الحرب أو عدم مثلا الاستجابة لقرار وقف إطلاق النار قد تتخذه تركيا ذريعة. مثلا طلبنا بوقف إطلاق النار ولكن أحد الأطراف لم يتوقف، فأرسلنا الجنود كما طلبت الحكومة، التي قال السفير هاريدي إنه ما زال حتى الآن القرار 2253 في الأمم المتحدة يعترف به. القرار 2259 هو القرار المعني بوقف الحظر الأسلحة وتصدير الأسلحة. ويتحدث عن القرار 2253 الذي يعترف حتى الآن، هو قال إذا لم ينسخ هذا القرار. أنا هوضح لحضرتك. هوضح لحضرتك. بالنسبة للقرار 2253 وهو القرار المعني بأن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في التعاملات الدولية، لابد من قرار آخر صادر عن مجلس الأمن، هو قال وصادر عن الأمم المتحدة تنحي جانبا هذا القرار، وبالإضافة إلى إنشاء كيان جديد من الممكن. طب لم يصدر حتى الآن. لم يتم إصدار هذا الأمر، وبالتالي أعتقد أن مسار برلين من الممكن أن يتم التوافق. لا، نحن لا نتحدث الآن عن مسار برلين، نحن نتحدث عن يعني حجة نريد إزالتها من خلال أيدي تركيا، حتى لا تلقي بثقلها بجنود على الأرض، وهي طبعا معروفة أنها أكبر عدد من الجنود في حلف الأطلسي بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بحجة وأمام المجتمع الدولي مساعدة حكومة تعترف بها الأمم المتحدة وطلبت هذه المساعدة. يتم إزالة هذه الحجة من خلال دعم المسار السياسي ودعم جهود غسان سلام. عندما يتم دعم هذه الجهود والجلوس على طاولة المفاوضات. طيب دعم المسار السياسي، هل يمكن أن يبدأ بإيقاف الحرب وقتيا كما طلبت روسيا وتركيا حتى نزيل هذه الحجة بالتدخل العسكري، أم أن الحرب تستمر؟ في تصوري أن الحرب سوف تتوقف مع اجتماعات برلين. الحرب سوف تتوقف مع هل اجتماع برلين مؤكد أنه لأنه تحت رعاية الأمم المتحدة. اجتماع برلين تحت رعاية الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أن مسار برلين يدعم جهود غسان سلامة. هل ما زال وقته في منتصف هذا الشهر؟ خلال هذا الشهر، لم يحدد الوقت المحدد هل هو منتصف أو أواخر هذا الشهر، وبالتالي هناك جهود حثيثة للوصول في أسرع وقت إلى هذا الاجتماع وهو تحت عباءة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى دعمه لجهود غسان سلامة للخروج بمخرج اللي حضرتك بتتكلم عليه، اللي هو التوصل إلى حل
أو التوصل إلى نقطة تلاقي ما بين الأطراف الليبية بعيدا عن التدخلات الأجنبية وبعيدا عن من الممكن أن يظهر في الأفق اتفاق آخر ما بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وبين بنغازي. إذن نحن في انتظار مثل هذه المباحثات والاجتماعات سواء كان على المستوى الوزاري أو سواء كان على المستوى الدولي للوصول إلى الجلوس في مسار برلين للتوصل تحت رعاية الأمم المتحدة إلى حل من الممكن أن يجنب ليبيا مزيد من طيب إذا قلنا يعني الدماء. مكونات مسار برلين يعني دول الجوار تقريبا ستكون مصر وستكون تونس وستكون الجزائر وهناك تقريبا لم يتفق بعد هل فرنسا ستكون موجودة فرنسا وإيطاليا وألمانيا وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية ومن الممكن حضور روسيا في هذا الاجتماع. هل تركيا ستكون حاضرة؟ أعتقد أنه لن يتم الترحيب بتركيا في هل تعتقد حتى الآن لم يتم تحديد مسار برلين حتى الآن أو اجتماع برلين حتى الآن لوجود اعتراضات من بعض الأطراف على وجود أطراف أخرى؟ بالفعل وخاصة أن تركيا حتى الآن لم يتم الاتصال بها لحضور مؤتمر برلين. يعني أنت تتحدث هل هذا صاحب الشأن من هو صاحب الشأن؟ الدول الجوار بالإضافة إلى الأطراف سواء كان البرلمان الليبي أو سواء كان حكومة الوفاق الوطني طرابلس على وجه الأخص وبالتالي الجلوس مع الدول الراعية لعملية السلام وعملية دعم المسار السياسي خاصة دعوة غسان سلامة وموقف غسان سلامة للوصول إلى مخرجات جديدة للوصول لحل الأزمة الليبية بعيدا عن مزيد من خطورة الموقف الآن وقد خرجنا عن إطار الزيارة للجزائر ولو أنها دولة مهمة جدا هي عدم تحديد لا الأطراف ولا التوقيت لانعقاد مؤتمر برلين وهو ما سيؤدي بالأوضاع الخوف كل الخوف أن يتدخل أحد الأطراف القوية ويكون على الجيش الليبي مواجهته وبالطبع ستكون هناك تدخلات إقليمية أخرى يعني الخوف من إشعال حرب بتأخير مسار سياسي يمكن أن يحلحل الأوضاع أو حتى يوقفها عند حد معين. الحل الأزمة لن يخرج أيضا عن مشاركة الاتحاد الإفريقي لأن دول الاتحاد الإفريقي معنية بهذا الملف هذه من ناحية وأكبر دليل على ذلك أن كان هناك اتصالات بالجانب الجزائري من قبل النيجر من قبل تشاد من قبل مالي للتباحث في الملف الليبي وبالتالي هناك فيما يبدو لجنة خاصة لمتابعة ليبيا في الاتحاد الأفريقي أين هي هذه تقريبا رئيسها السيد نجيتسو بالفعل هناك لجنة معنية بالأزمة الليبية تتباحث مع جميع الأطراف حتى الآن لم يتم التوصل إلى مخرجات حقيقية طب على لماذا؟ الاتحاد الأفريقي هو مؤسسة مهمة جدا من الممكن أن يشارك الاتحاد الأفريقي من خلال هذه اللجنة أيضا في مسار برلين للوصول إلى حل لهذه الأزمة وسط الحوار مع الجانب الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية. بوجهة نظرك الجزائر نعود إلى الجزائر مرة أخرى هل الرسالة التي أرسلت إلى الرئيس الجزائري من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن أن تجعل الجزائر تعيد نظر أو توضح للجزائر بعض الأمور التي كانت خافية عليها في الماضي مما جعلها على موقف حيادي بين جميع الأطراف هل يمكن كيف يمكن استمالة الجزائر دبلوماسية؟ أنا هاخد من كلام معالي السفير حسين هريدي هناك اللجنة الثلاثية حضرت أكثر من اجتماع حوالي 5 اجتماعات لطرح الرؤى وطرح المستجدات أعتقد أن الزيارة التي سوف تتم بالنسبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصر سوف يتم اطلاعه على المستجدات وعلى العديد من الملفات سواء كان الملفات الأمنية أو
الملفات الإقليمية، بالإضافة إلى أن الجزائر هي سوف تترأس القمة العربية المقبلة، وبالتالي لابد من التباحث مع الجانب المصري في العديد من الملفات، ليس فقط الملف الليبي. هذه من ناحية. من ناحية أخرى أيضا، العلاقات بين الجزائر ومصر ليست علاقات سياسية وأمنية فقط، ولكنها هناك أيضا علاقات اقتصادية وعلاقات، يعني عايز أقول لحضرتك أن هناك استثمارات مصرية بأكثر من 3.5 مليار دولار في الجزائر، استثمارات مصرية. حجم الصادرات المصرية إلى الجزائر يعني 0.5 مليار دولار، وبالتالي هناك علاقات وشراكة حقيقية. من الممكن تفعيل اللجنة العليا للمصرية الجزائرية في الأيام المقبلة بعد زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى القاهرة. نعم، نتمنى ذلك، ونتمنى أن يتم التوصل إلى يعني رأي موحد بين دول الجوار تحديدا لحالة الأزمة الليبية سياسيا ودبلوماسيا. دعنا ننتظر ونرى، ونتمنى الأفضل بالطبع خلال الفترة القادمة. ولا سعنا في نهاية هذه الحلقة غير شكر الأستاذ محمد حمادة، الكاتب الصحفي بالأهرام والمتخصص في الشؤون العربية. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا، تابعتم معنا هذه الحلقة، حلقة من برنامج المشهد. غدا مشهد جديد ينفتح على مكان جديد وموضوعات جديدة. كونوا دائما مع قناة أنيل الأخبار. إلى اللقاء.